شباب مرحبا، الآن سأريكم مجموعة للمطهرات، لدي الكثير. فتيات أحتاج مساعدتكم الآن أكثر من أي وقت. اشتريت 3 فساتين جميلة ولا أعلم ماذا سأرتدي. واو إنها جميلة جدا. ديانا أتعلمين ماذا؟ لا تشتري أبدا 3 فساتين لأنه سيكون من الصعب عليك أن تختاري. أجل ناستيا، جميع الفساتين جميلة. فتيات ألا تفهموني، اشتريت 3 فساتين لأنني لم أستطع أن أختار. فقط انظروا، هذا جميل وأنيق جدا مثل باربي، وهذا رائع بالقلوب، وهذا الأزرق أنيق جدا وعلى الموضة. إذن ماذا أرتدي؟ ديانا أعرف كيف سأحل الأمر، سأرتدي أنا الفستان الأزرق، وأنا سأرتدي الذي بالقلوب، وأنت ارتدي الوردي، ستكونين مثل باربي. مايا كالعادة مستبعدة. رائع فتيات، حللتم الأمر بشكل جيد. بصراحة اشتريت كل هذه الفساتين لنفسي. حسنا لنفعل هذا، سأجربهم وأنتم اختاروا. سأبدأ بهذا الوردي. فتيات، لم اشترتي الفساتين؟ أهناك شيء لا أعرفه؟ حسنا، لديها موعد مع تيمور، وأيضا ستأخذ معها بلوندي وجورج. ماذا؟ بلوندي وجورج سيذهبون معهم؟ شباب هذا ليس كل شيء، لديه في العلبة، انظروا كم من المطهرات. دعنا، ماذا تصورين هناك؟ فتيات باني، هل أنتم مؤمنات؟ أنا أصور الجمال، الجيل الجديد، جمال المطهرات. على حد علمي الجمال يمكن أن يصور لكل شيء، لكن ليس للمطهرات. شباب هؤلاء الفتيات لا يفهمون شيئا، لنتابع. فتيات إذن ما رأيكم؟ ديانا لن تشعري بالبرد، إنه ليس الصيف. فتيات أريد هذا الفستان أيضا. بصراحة هناك معطف فرو، إذن ما رأيكم؟ ديانا ليس سيئا، لكن جربي الذي بالقلوب. فهمت، لم تقدروا هذه الفساتين. حسنا، نحن ننتظرك ديانا. فتيات نحن متخلفات، لا نفهم ما هو الجمال. يجب أن نجد لغة مشتركة مع ديانا. أجل لنخبرها ما هو ترند الآن. شباب هذا ليس كل شيء، لا يزال لدي الكثير من ملامعات الشفاه المختلفة. هل أريكم؟ الكثير من الملامعات. ديانا حقا بلوغر للجمال. أجل صغيرة جدا وتتحدث عن المستحضرات. فتيات حسنا، ما رأيكم في هذا الفستان؟ ديانا إنه رائع جدا. هذا الفستان ليس مفتوحا، على الأقل سيدفيك. لا أظن أن هذا الفستان سيدفي ديانا. فتيات هل أتخيل أم أنكم لا تنصحونني من القلب؟ ديانا أنت أختي الصغيرة، أخبريني كيف أبدو في هذا الفستان. ديانا لو كنت مكانك لم أكن لأزعج ديانا، لديها ذوقها الخاص. شباب انتظروا، أختي الكبيرة تطلب نصيحتي. ديانا هل أبدو جيدة في هذا الفستان؟ تظنين أنه يجب أن أرتديه؟ لنرى بماذا ستنصحها. ديانا أظن أنك لا تثقين في ذوقنا، الفستان أنيق، لكن الأفضل أن ترتدي شيئا مريحا. رائع، ماذا تقصدون؟ خسرت مالي؟ خذي نصيحة أختك الصغيرة، فلم تعجبك نصائحنا نحن. جربي الفستان الأخير لنتأكد. حسناً فتيات، ها هو آخر فستان، أرجوكم ساعدوني كي أقرر أي فستان أذهب به. هذا الفستان مذهل. لا أفهم لما كل هذه الفساتين من أجل الموعد، سترحلين قريباً. مايا لما تذكرينها؟ ناسي إنها الحقيقة. ماذا إن بقيت ديانا هنا ولم تذهب لأي مكان؟ تباً مايا أنت محقة، سأرحل قريباً. ولما اشتريت هذه الفساتين الجميلة؟ لما أحاول أن أفاجئ تيمور؟ حسناً لا أريد أن أذهب لأي موعد. مايا ماذا حدث للسانك؟ لسان أحدهم أصبح طويلاً جداً وحاد. فتيات لم أكن أظن أن هذا سيحزنها. ديانا عيش اللحظة، أنت هنا الآن، اذهبي وارتدي ملابسك واخرجي في موعد مع تيمور. يا أختي الصغيرة كبرت، شكراً ديانا. حسناً حل الوقت الذي تشعر فيه أعز صديقاتنا بالراحة مع أختها الصغرى. هذا بسببك أنت مايا، ديانا سيخيب ظنها بنا. فتيات لم أفعل هذا عمداً، لم أكن أقصد. تباً أين ديانا؟ أنا مستعدة للذهاب. يبدو أن ديانا خدعتنا ولن نخرج في موعد. جورج لا تفكر هكذا في ديانا، إنها صديقتي ولديها موعد مع تيمور اليوم، ونحن أيضا سنتسكها جميعنا معا. تبا بلوندي أنت حقا غريبة. بلوندي لقد نسيتنا، هل تخرجين الآن للتسكع مع ديانا؟ لما لا تنضمين لفريق بوني؟ فتيات توقفوا عن الغيرة من صداقتي مع ديانا. ماذا هل تغيرون؟ لقد قلت توقفوا عن الغيرة. أتعلمين بلوندي، إذا بحيث تريدين. هيا زوب.
عندما تتشاجرين أنت وديانا لا تأتي عندنا، واضح؟ مرحبا بلوندي، مرحبا جورج، آسفين لقد تأخرنا، فقط لم أستطع أن أقرر أي فستان أرتدي. هل سيذهبون معنا؟ لقد أخبرتك جورج. مرحبا ديانا، أين هو فستانك؟ لقد اشتريت الكثير ولم أستطع أن أقرر، لذا قررت أن أرتدي ما هو مريح. حسنا أنا أذهب. ديانا لما يذهبون معنا؟ بلوندي طلبت ذلك. آمل أن تكون النزهة ممتعة، أنا وتيمور، بلوندي وجورج. آمل أن نستمتع. صدقوني سأمتعكم وجورج أيضا. ماذا؟ جورج دعنا نستمتع. حسنا شباب هيا. حسنا أنا مصدومة من بلوندي. تبا هي وديانا صديقات، كنوبا من كانت دائما تخرج معها والآن بلوندي. تبا الفتيات لا تحزنوا بسبب بلوندي. مرحبا، لا تعلمون أين هم بيتزا وأس؟ نريد أن ندفع. نريد لتي، الجو بارد. ليس وقتكم الآن، هناك مشاكل مهمة. تبا كما أنتم مملين ومثيرين للمشاكل. حسنا يجب أن نفرق بين بلوندي وديانا، لا أحب صداقتهم. أجل القائدتين معا توحدوا. أشعر أن هذه الصداقة ستنتهي بالسوء. حسناً يا أنا، قررت أن نبدأ هذا العام كل شيء من الصفر. أجل أجل أجل، الآن كل يوم سنضع مكياجاً رائعاً ونرتب شعرنا، سنكون أجمل فئران في المدرسة. الفئران الأكثر موضة في المدرسة والإداريات الأكثر جمالاً. أقترح أن نذهب للتسوق غداً ونقوم بتحديث خزانة ملابسنا. حسناً يكفي أيام الرمادية، سوف نتألق ونشيح ليليا. بالمناسبة ماذا تكتبين؟ أكتب خطط الغد. مرحبا ليليا ويانا، هل أخبرتم الطلاب أن العطلة ستنتهي ويجب أن يحزموا أمتعتهم؟ معلم مايك لقد تأخرت، نحن الآن نكتب خطط الغد. يبدو أنه ليس لديك شيء لتفعله، صحيح معلم مايك؟ اذهب أنت وأخبر جميع الطلاب. فتيات لا تنسوا أنتم إداريات، ومن مسؤوليتكم أنتم أن تخبروا الطلاب أن العطلة ستنتهي. معلم مايك، ما هي مسؤولياتك أنت؟ التنزه والتدريس. حسنا سنفعل كل شيء، لا تزعجنا، نحن نكتب الخطط. فتيات أنتم عدوانياتني اليوم، لقد حذرتكم. ليليا أين توقفنا؟ يانا ما رأيك في تركيب أظافر طويلة؟ ليليا أريد ذلك، هذا رائع. جيد يانا، أنا أكتب خطة أخرى، سنأخذ موعدا في صالون التجميل. لا شباب هل تمزحون؟ أفهم أن العطلة انتهت لكن يجب أن نأكل. أفهم أنكم ترتاحون لكن لا تنسوا أمرنا. لن نذهب لنجمع أغراضنا حتى تصنعوا لنا شطائر لذيذة. لن نتحرك حتى تقوموا بإطعامنا. شباب العطلة ستنتهي، لم نطلب منتجات جديدة. الخزانة فارغة، أكلتم كل شيء. هم من أكلوا كل شيء لاعبو كرة القدم، أنا أكلت تفاحة. أنا داخم التفاحة لا تكفيني. إذا نريد شطيرتين مع جبن كثير. لما تقفون؟ سأذهب للإدارة وأشتكي. هذا ما يمكنك فعله. هيا اذهب واشتكي، العطلة انتهت. آيس اخلع مئزرتك، الآن كيف سيبدأ العمل؟ أجل سيطبخ الفطور والغداء والعشاء. حسنا بينزا لنذهب، كيف سيطبخ للجميع؟ لنرى ماذا سيطبخ كيف من دون طعام. هيا شباب إلى أين؟ كيف لن تطبخ أي شيء؟ اسمع أنت، لازلت لا تعرف كيف يمكن لكيف مفاجأتك. ماذا تريد أن تأكل؟ حسنا أريد شيبس الموز وصلصة الشوكولا، أيمكنك كيف؟ هذا سهل، زكاة تحضر لي الموز والشوكولا. سيندي قررت أن أسرق هذه الحقيبة، فقط لا تخبري أحد. وأنا سأسرق حذاء ديانا، فقط لا تخبري أحد. فتيات هل تجمعون أغراضكم؟ تبا لا أريد أن أذهب للمدرسة. لماذا؟ المدرسة رائعة. توقفوا، ماذا تفعلون بأغراض الغير؟ قررنا استعارة أشياء الآخرين. هذا الحذاء يناسبني أكثر من ديانا. حسنا تسرقون صحيح؟ أي فتيات السرقة سيئة. ماذا إن أخبرنا الجميع؟ لا حاجة لذلك، فقط يسرق شيئا، انظروا كم من الأغراض هنا. أجل فتيات كما أنتم أغبيات، ألا تعلمون أن بوني سيرون كل هذه الأغراض في المدرسة؟ سارقات تسرقون لكن ستكشفون. جي لما جئت إلى هنا؟ لقد سئمت منك ومن فريقك. فتيات خفتم؟ أولاد هيا بسرعة اذهبوا واخبروا بوني. جيجي لسنا واجهين. قد قلت بسرعة. حسنا جيجي المدرسة ستبدأ، سنذكرك بهذا. لن نسامحك على لسانك الطويل أيتها الواشية. هل رأيتم بروفاسي وتوماس؟ إنهم لي، لذا لن تقتربوا مني. تبا سأعيده.
وأنا سأعيد الحقيبة. أجل فتية، لم أكن أظن أن العطلة ستنتهي بسرعة. مايا، كل الأشياء الجميلة لديها نهاية. تبا لهذا، نحن نجمع أغراض ديانا وهي في موعد غرامي. فتيات لا تحزنوا، المدرسة ستكون رائعة أيضا، وأخيرا التدريب كل يوم. تاريسما، لا تحدث عن التدريب. فتيات، أي مشجعات أنتم لتكرهوا التدريب؟ الآن أريد أن أردد الشعار، بوني حتما سيفوز. فتيات اسمعوا، هل تضموني لفريقكم؟ سأكون بوني الخامسة. ماذا؟ هل سمعتم؟ دانا، كوني كبيرة أولا مثل أنا لكي تكوني في فريقنا. أنت صغيرة على أن تكوني بوني. فتيات، أظن أنكم غريبات، ترونني كعدوة. أتعلمين دانا، لو لم تكوني أخت ديانا كنت سأريكي. أنت دانا، الآن تنصحين ديانا. يمكنك أن تصبحي صديقتها المقربة. فتيات، ما بكم؟ أنا أخت ديانا. أنت صغيرة وتعطي النصائح لديانا. بهذا ديانا قريبا لن تحتاج للصديقة. وأيضا هذه ليست غيرة، نحن في نفس الفريق. فتيات، هل أنتم جادات تتجدلون مع دانا؟ بالمناسبة إنها صغيرة عليكم، ألا تخجلون؟ لا نخجل. نحن فقط نحب ديانا ولا نريد أن نعطيها لأحد آخر. فتيات، لا يجب أن تغاروا من ديانا بل من بلوندي. لماذا تأخروا؟ شكرا دانا على تذكيرنا. حسنا، أتعلمون فتيات، صداقة ديانا وبلوندي يجب أن تتوقف. أجل، لم أحب صداقتهم أيضا. فتيات، مرحبا، لقد عدنا. ألم تشعروا بالملل؟ خمنوا كيف كان موعدنا. هناك ثلاث خيارات، فظيع جدا، مريع. تيمور، أظن أنه مريع، أهذا صحيح؟ هذه الصغيرة بدأت تزعجني. مايا، أصمت ديانا هنا. حسنا فتيات، بلوندي تصرفت بغرابة، كانت تجذب الانتباه باستمرار. جورج أيضا، أهذا هو الموعد؟ كان خطأ ديانا أن تأخذ بلوندي وجورج معها للموعد. لم يكن عليك أن تأخذي بلوندي للموعد. رائع ديانا، خذيني أنا مع جوني، أو أنا مع زكاة، أو ربما أنا مع طاليسمان. ديانا، لا أفهم، ما علاقتك مع بلوندي؟ فتيات، لا تغاروا، إنها أول وآخر مرة سنكون معا جميعا في المدرسة. بالمناسبة، كيف كان وقتكم مع دانا؟ ديانا، كل شيء بخير، نحن صديقات. رائع، سعيدة لأن كل شيء كان جيدا. فتيات، أظن أن دانا أذكى منا. أظن ذلك. فتيات، ما الخاطب؟ فتيات، احزموا أمتعتكم، العطلة انتهت. كان موعدا فظيعا لا يمكنك أن تتخيل. تيمور، ماذا؟ في الموعد القادم سأذهب معكم أنا وصديقي. هل لديك صديق؟ اهدأ أولاد، إنها مزحة. دانا، لا تمزحي كهذا المزاح مجددا. هذا صحيح. هل اسمها تيمور، أيمكنكم أن تتوقفوا بالحديث عن الموعد؟ الأفضل أن تساعدوني لأخذ فساتيني من الرف العلوي. إذا لم تستمتعوا سأخبرك لاحقا. قادم دانا. فتيات، هل نجمع أغراضنا؟ لننتظر بلوندي. ألا أتساءل كيف كان موعدها؟ صدقوني، كل شيء رائع عكسنا. أجل، هي ذهبت مع ديانا ونحن نجلس هنا. حسنا، المدرسة ستبدأ. بلوندي وديانا يصبحون عدواتي المجددان وتنتهي صداقتهم. أمل ذلك الزوب. مرحبا فروكس، لما تجلسون هنا؟ موعدي كان معجزة، أنا وجورج استمتعنا كثيرا. تهانينا بلوندي، والآن لدينا أخبار لك، احزمي أمتعتك، العطلة انتهت. جورج، فتيات، عما تتحدثون؟ دعوني أخبركم بالمزيد كيف كان موعدي أنا وجورج. أتعلمين بلوندي، لسنا مهتمات لأن ديانا وتيمور كانوا أيضا في موعدك. أتعلمين بلوندي، تقربك من ديانا فظيع. لا تنسي، أنتم قائدات فرق مختلفة وأنتم عدوات. نحن عدوات عندما تكون منافسات، وفي الحياة نحن صديقات. إذا جورج، هل أحببت الموعد؟ هل أصبحت صديقة تيمور؟ انزل، نحن أصدقاء الآن. حسنا فتيات، فهمت، بلوندي الآن تبتعد عنا. أجل، صداقتها مع ديانا وعلاقتها مع جورج غيروها كثيرا. لا بأس، لنرى عندما تبدأ المدرسة كيف ستتصرف. أتعلمون ماذا فتيات؟ انظروا لوجوهكم، أراكم أنتم سعيدات من أجلي. إذن احزموا أمتعتكم. سنحزم أمتعتنا. زوب، ملابس التي غسلتها في المنزل الأزرق ضعها لي في الحقيبة. فتيات، حزمتم أمتعتكم؟ أجل أولاد، فعلنا. سأساعدك. شكرا. تبا، لا أريد أن أذهب. أجل، سأشتاق لهذه العطلة. أجل، هذه العطلة كانت رائعة جدا وممتعة. حسنا فتيات، إنها ليست عطلتنا الأخيرة. إذن الجميع جاهز؟ الباص ينتظر. جاهزات، أولا يجب أن نجد دانا لأنها يمكنها أن تبقى هنا في المنزل الوردي. شباب، دعوا إعجابا واشتركوا في القناة وفعلوا الجرس وانتظروا حلقاتنا الجديدة. أراكم لاحقا، ودان نحبكم.